الميلاد طيب. إذا في هذه كلها نعم. الوالد موثق أنا. نعم. أما الوالد فاسمه عمر كما تقدم. عمر كما تقدم. نعم. واسم الوالدة فاطمة. ما شاء الله. رأيك. إخوانك شيخنا كم عدد؟ عددكم إخواني نعم يعني الأسرة كم مكونة من كم نفر من كم أنا بأمي الأولاد أمي نعم. من الوالد هم ثلاثة ما شاء الله أمي نعم. أولاد أمي من الوالد نعم. ثلاثة نعم أنا ومريم نعم. وداود ما شاء الله هؤلاء أشقاء نعم هؤلاء نعم أشقاء أشقاء نعم رأيت نعم. تاريخ الميلاد شيخنا إذا تذكره. تاريخ الميلاد. نعم. أحفظه بالميلادي. ممتاز. نعم. عام ألف ولدت عام 1951 سنة. أيوة. ما شاء الله. هذه تقريبا ما يقارب شيخنا تقريبا بالهجري. تقريبا 1331. 31 اي نعم ايوه 1331 او 30 نعم. لانه بينهم تقريبا 20 سنه بين في التاريخين ايوه 20 سنه كذا نعم هذا تقريبا 1331 او 71 71 عفوا نعم 71 عفوا 71 نعم 1371 لانه ازيد ب 20 سنه نعم والولاده على كل حال بالتحديد كان في المستشفى قديما على كل حال نعم. في 15 من الشهر الأول في هذه السنة أيوة. الميلاد أيوة. يناير يعني أيوة نعم أيوة الشهر الأول نعم الشهر نعم. الأول في الشتاء شيخنا لا أدري هو الشتاء هو الشتاء في كانون الثاني كانون طيب. الثاني لا هو على حسب الدولة يا شيخ لأن الدول بعض الدول الآن عندهم صيف إذا بس هو من افريقيا افريقيا نعم عندنا افريقيا شوف في افريقيا اللي في الشمال وافريقيا في الجنوب فليس كل العالم يكون عندهم يناير قريبة من بلدنا يا شيخ هيثم انا افهم لكن يعني يناير احيانا في بعض الدول صيف ممكن نعم صحيح طيب هذا بالنسبة للميلاد الميلاد نعم.